الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار، آمين. أيها الإخوة الفضلاء، حديث اليوم وخطبة هذه الجمعة عن مرحلة من مراحل الحياة الإنسانية، مرحلة من المراحل العمرية، وهي مرحلة الحيوية والإنتاج، مرحلة القوة والنشاط، مرحلة الطاقة والحماسة الدافقة، مرحلة القوة بين ضعفين، كما أخبر عن ذلك ربنا جل جلاله في محكم تنزيله حيث قال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. مرحلة القوة هذه أيها الإخوة الأكارم هي مرحلة الشباب. مرحلة الشباب هذه مرحلة من عمر الإنسان، وهذه المرحلة قد عنيت بها الشريعة الإسلامية عناية غاية، نظرا لما تكتنزه وتكتنفه هذه المرحلة من قوة وعطاء ورغبة وشدة ونشاط وحيوية. هذه مرحلة القوة التي إن أحسن استثمارها وإن أحسن توظيفها وإن أحسن استغلالها وإن أحسن توجيهها كان لذلك من الثمرات ومن النتائج ومن العوائد الشيء الكثير. هذه مرحلة الشباب أيها الإخوة الفضلاء هي مدار الحديث في هذه الخطبة إن شاء الله عز وجل. انهار أيها الإخوة الفضلاء أن سور بإذن الله عز وجل وبتوفيقه، ونسأله السداد فيما سأقول، السور إن شاء الله عز وجل خل مرحلة الشباب زي العمر للإنسان. الإنسان يتمر ذي الحياة نسرة المراحل، المرحلة ثان زواروتي وصف يطلع عز وجل بمرحلة الضعف، وهو من التي يكون الإنسان صغير جنين ضعيف وهو في بطن أمه، وضعيف وهو يخرج إلى الوجود وإلى الحياة لا يستغني عن يد العون، عمن يطعمه، عمن يرعاه، عمن يكلأه، عمن يصونه، عمن يراقبه، عمن يتابعه في كل لحظة لحظة، وعمن يقوم بشؤونه وأحواله. المرحلة الضعف من يتيروح نجا مازال ذا سيمي، مازال ذا الجنين، مازال يمقى شوي زي شوي، يتحتاج يماس، يتحتاج باباس، يتحتاج ويذا زينظن، لأن قد كيجي المرحلة ضعيف. ثم تزد بعد المرحلة الضعف إجن المرحلة وصفت القرآن الكريم بأنها مرحلة القوة. مرحلة القوة، والإنسان ملي كيشتد العضد ديالو وكتشتد العظام ديالو تيقوى، تيوقف على رجليه وتيبلغ السعي، تيولي قاد براسه وقاد بغيره بتوفيق من الله عز وجل. مرحلة الشباب، وكتجي بعد هذه المرحلة تزدواني المرحلة يا إجن المرحلة النظنية تسمى طلع عز وجل بمرحلة الضعف، وهو ملي تيكبر الإنسان وتيوصل ديك الساعة للسن اللي كيولي مرة أخرى محتاج لديك الرعاية وديك العناية، ومحتاج لديك المتابعة والمراقبة والحماية ديال الأبناء وديال الأولاد وديال كذا. وهذه الدنيا هكذا، كما تدين تدان، واليوم أنت تعطي وغدا تأخذ، واليوم قد أخذت وغدا يجب عليك أن تعطي. هذا حال الدنيا وحال الحياة. المرحلة يا أيها الإخوة الفضلاء، هذه المرحلة اللي هي مرحلة الشباب، اللي هي مرحلة القوة كما وصفها الله عز وجل، وأحسب
ولا أظن أن أحدا سيخالفني في ذلك، أن هذا الشباب وهذه المرحلة من القوة التي ينبغي للأمة أن تعدها، ويدخل في قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا التنكير الذي يفيد الإطلاق، من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، من القوة، من القوة التي ينبغي إعدادها، بل هي صلب القوة أن نعد شبابا وأن نعد أبناءنا. فما نصر الدين وما أعلى هذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نصر الله عز وجل إلا هؤلاء الشباب، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وبالمؤمنين هذه الفئة الشابة اللي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، والتي لا يتسع المجال لإيراد أسمائها وأفرادها وأحادها، إنما تنذكر فقط عرضا وتمثيلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زيد بن ثابت رضي الله عنه، مصعب بن عمير رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه، جمع من الصحابة الصغار، صغار. أبو بكر الصديق اللي كان يعد من كبار الصحابة، ومن اللي دخل الإسلام وآمن بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم وكان في عمره 38 سنة، يعني مازال ما وصلش السن ديال الشيخوخة والكبر، الذين نصروا هذا الدين وأعلى الله عز وجل به بهم راية الحق المبين، هم هذا الشباب، هذا الفئة. ولذلك كان من الإعداد، من الإعداد للأعداء أن نعد الشباب، أن نعد أبناءنا، أن نعدهم فكريا وعلميا ومعرفيا وإيمانيا وتربويا وأخلاقيا ووجدانيا وعضليا وبدنيا وعسكريا وسياسيا وثقافيا، جميع المجالات، جميع المجالات. أبناؤنا يحتاجون إلى أن نعدهم، هم القوة، هم القوة. الناس من اللي كتهضر على الثروات، أي بلاد، بلاد كيقول لك البلاد الإسلامية فيها ثروة، فيها ثروة كثيرة، كاين ثروات المعدنية وكاين ثروات البحرية وكاين ثروات الفلاحية وكاين ثروات كذا، نعم هذه من الثروات الحقيقية التي توجد في كثير من بلاد المسلمين، وجعل الله عز وجل في ديار الإسلام ما به الغنى عن بلاد الكفر وديار الكفر، إن خفتم عيلة فسوف يغليكم الله من فضله، أغنى الله عز وجل ديار الإسلام. أي نعم ثروات الخيرية كاينة في بلاد الإسلام وفي بلاد المسلمين وما أكثرها، لكن سوء توزيعها وسوء تصريفها ونهبها واختلاسها وسرقتها وما يقع من ذلك وصرفها في غير مواضعها وفي غير محلاتها ومجالاتها وميادينها، هذا الذي يجعل الأمة تعيش الفقر وتعيش الضعة وتعيش المخمصة. لو صرفت هذه الثروات خير الصرف ولو قسمت بالعدل لما بقي من أبناء الإسلام من يمد يده إلا أن يكون في ديار قد لا يصله خير هذه البلاد الإسلامية في جميع بقاعه. لأمة الإسلامية أمة غنية، هذا الشيء احنا تنعرفه وتنشوفوه، تنشنفوه رأي العين، لا نقولوش احنا راه فقراء ما عندناش ما كاينش، لا الخير كاين، خير كاين، واي واحد هضرتي معاه يقول لك الفلوس كاينه، كاينه وكتصرف شي حوايج اللي ماشي ديالها وماشي بلاصتها، وكتمشي لشي مسائل اللي ما خصهاش تكون، وكتضيع شي مسائل اللي ما هياش الاولويات ولا الامور اللي هي اساسيه ولا حتى ثانويه ولا تكميليه. كاين ثروات في الامه الاسلاميه وفي بلاد المسلمين تصرف في السفاسف والتوافه، في الامور السافيه والتفيه، ها الخاويه اللي ما تنفعش تفشي حاجه. لكن زياده على هذه الثروه الماديه، ثروات المعدنيه وغير ذلك، هناك ثروه حقيقيه ايضا، وهي هذا الانسان الذي هو محور الخطاب في القران الكريم، والذي ارسل الله عز وجل اليه الرسل وأنزل إليه الكتب. نادم، نادم الإنسان، الإنسان
المشكلة كلها فين كاينة؟ خير هو هذا، فلوس هي هذه، ثروات هي هذه، شكون غير ونها ويضيعها ويخربها ويفسد فيها؟ شكون؟ بنادم. إذا إذا ما استثمرت في هذا الإنسان، وإذا ما أحسنت تربية هذا الإنسان وتوجيه هذا الإنسان، أحسنت إلى ما عندك من خيرات مادية أخرى، إلى أحسنتي مع هذا بنادم، أحسنتي ليه، وأحسنتي في التوجيه دياله وفي التربية دياله. وهذا الإنسان العنصر الأساس فيه والمرحلة الحرجة في العمر دياله هي مرحلة شبابه، مرحلة عطائه، مرحلة قوته، مرحلة نشاطه، مرحلة حماسته. شحال من واحد في المرحلة ديال الشباب دياله كان فيه قوة وطاقة وجد واجتهاد وحماسة واندفاع، لكن تيوصل لواحد السن صافي كيولي الإنسان يتكثيري ثيري وهاي تويد كفنس وها عيالي، ان داز ديك المرحلة ديال القوة. لكن لا تخلو أمة الإسلام من أجيال، من أجيال من هؤلاء الشباب الذين يحتاجون منا إلى توجيه وإلى تربية وإلى تكوين وإلى حسن تدبير لهذه الثروة. هذه ثروة خص الناس تعرف كيفاش تستثمر فيها، الناس تعرف كيفاش توجه، الناس تعرف كيفاش تستغل هذه الطاقة وهذه الجهود، هذه الجهود اللي فرطنا فيها وفرطت فيها أمة الإسلام. لو أن هذه الفئة من مجتمعنا ومن أمتنا، لو أن هذه الفئة أحسن استثمارها وتوظيفها، أي والله لكان لهذه الأمة شأن عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام اللي جاء عند الصحابة الكرام، اللي جاء الجزيرة العربية ما كان الاقتصاد لا شيء ديال القوافل التجارية، واحد الموسم تجاري والناس تطرع الغنم شوي نبهايم شوي رغمان شوي كذا، لكنه قد صنع من هذه الثلة الفقيرة التي كانت محتقرة تتجاذبها قوى الكفر وتطغى عليها قوى الوثنية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من هذه الزمرة ومن ضعافهم وضعفائهم وفقرائهم وعبيدهم، من العبيد ديالهم من الفقراء. احنا كلنا كنعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم شكون تبعوا، شكون تبعوا في البدايه ديالو، هذا شان الانبياء جميعا، لان دعوه الحق لا يقبلها من كان متعاليا متكبرا مفتخرا بماله وسلطانه وقوته وحشبه وخدمه وجنوده. قبلهاش قبل الحق، يقبلها الانسان اللي ضعيف تيرضخل الحق وتيقبل ليه، قبلها الفقراء. صنع النبي عليه الصلاة والسلام بتوفيق الله عز وجل من هؤلاء الضعفاء ومن الشباب منهم خاصة أمة قادت العالم سنين وقرون، أمة اللي قادت العالم سنين وقرون. علي، شكون هو علي؟ شاب، شاب اللي في العمر اللي احنا كنقول عليه سن المراهقة، سن المراهقة، أول اثنين قرز جثق عد المراهق، خليه راه مازال في مرحلة المراهقة. أسامة بن زيد في ذاك السن اللي احنا كنقولوا له سن المراهقة، ابن عباس في ذاك السن اللي احنا كنقولوا له سن الطفولة ديال 7 سنين وديال 8 سنين، عمر بن سلمة اللي كان كيأم الناس وكيصلي إمام في الجامع وجعله النبي عليه الصلاة والسلام إماما لأنه كان أقرأ بني سلمة، العمر ديالو على خلاف بين أهل الحديث في ذلك واش 6 سنين ولا 7 سنين، لكن يؤم الناس، يؤم الناس، يقتدي به كبار القوم وسادتهم. علاش؟ كان أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل اللي أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاهم هذا القرآن، أعطاهم هذا الوحي، أعطاهم هذا الذكر، أعطاهم هذا التنزيل، جعل من الصغار كبارا، جعل من الفتية رجالا، جعل من الضعفاء أقوياء، جعل من الرعاة سادة وقادة. الناس اللي كانت كترعى الغنم والتي هي القادة هما السادة، وهما اللي كيسيروا السرايا وكيقودوا الجنود. الناس كانت كترعى غير 15 ديال الغنم وكذا، والتي يقود جيش عرمرم وطيطحن جحافل الكفر والطغيان والعدوان اللي ما كانش شي واحد يقد عليهم بفضل هذا الدين وبفضل حسن توجيه سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. لم يشتغل على نهضة اقتصادية ولا تغيير، اشتغل على الإنسان تربية وتوجيها وتثقيفا وتوعية وتعليما. خدم النبي عليه الصلاة والسلام على الإنسان، أي نعم جوانب الأخرى الاقتصادية والسياسية هذه واردة وكاينة، ومن درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تراءى له ذلك وظهر،
لكن الأساسي هو تربية هذا الإنسان وتوجيهه، خاصة هذه الفئة العمرية اللي هي فئة الشباب اللي لا انشغلنا عليها وانشغلنا عنها وهملناها. فلنعلم بأننا نقود أمتنا إلى الحلال، وقد فعلنا ذلك. نهار اللي شغلنا الشباب بالتوافه وبالأمور السوافل وبالأمور الخسيسة وبالأمور اللي ما فيها تنفع تفايدة تماما، تشي حاجة لما نمثلوا بلما نعطيوا الأمثلة، الناس كلها عارفة وكلها فاهمة. ملي شغلنا الشباب شي حوايج اللي ولا الهم ديالو الهم ديالو شي حاجة تضمر الفوق، ولا الهم ديالو شي حاجة تضرب بالرجل وتطير في السماء وعامرة بالخوا كما الدماغ ديالو عامرة بالخوا، تيجري موراها وتتبعها في كل شاشة وفي كل قناة وفي كل موقع وفي كل مقهى ومن بطولة لبطولة ومن دوري لدوري ومن حاجة لخرى، وهام الأساسيات الحياة ديالو وأمور الأساسية ديال الدين ديالو. احنا ماشي ضد الرياضة ولا ضد أن الإنسان يلعب ولا يمارس ولا يتفرج، ذاك له ضوابطه وله قواعده، لكن ضد أن يصير ذلك وثنا يعبد من دون الله عز وجل، يقصد من دون بيوت الله سبحانه وتعالى. ضد باش أن الجامعة يود الله أكبر والناس حالة فمها تجيب داعي الكرة ولا تجيب داعي الله عز وجل، تجيب داعي النادي ولا تجيب داعي الله سبحانه وتعالى. دو الخلل اللي يوقع فيه الإنسان، لأن هذا صار الشغل الشاغل للشباب، الهم ديالو المتعة ديالو ونهار اللي يجيب البطولة ويجيب الكاس ويجيب، وهو النيت راه شارب كيسان من داكشي ديال داكشي اللي ملهيه عن طاعة الله عز وجل وعن ذكر الله. ربي سبحانه وتعالى حين حرم الخمر والميسر قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هادشي اللي كنشوفوه دابا حنا، إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، خمر هذه صار الناس سكارى بنوع آخر ما تيشربوا بعينيه وبدماغه وبجوارحه وبعواطفه وبقلبه بكل شيء، شغله الشاغل وديدنه وهمه. صلى الله أن يبصرنا ويفقهنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الملك القدير الغني عن الشريك والوزير المنزه عن الضد والند والشبيه والنظير، نحمده أن من علينا بنعمة الإسلام ونشكره أن جعلنا من أمة خير الأنام، ونستعينه على قضاء حوائج الأيام، ونستغفره من كل الذنوب والآثام، ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا سيد الأنام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إخوة الإسلام، إن من أراد أن يعرف موقع أمة بين الأمم أو مدى نهوض هذه الأمة ونهضتها وتحضرها ووعيها بفريضة ساعتها ووقتها، ينظر إلى اهتمامات شبابه وأولويات أبنائه. ما الذي يشغله؟ ما همهم؟ ما مدار الحديث في مجالسهم ولقاءاتهم؟ ما محور تجمعاتهم؟ ما هي أولوياتهم؟ باش منشغلين الشباب ديالنا، باش منشغل. نحن لا نعمم، والتعميم في الأحكام دائما خطأ، لكن واقع الحال يصف بشكل يأسف له قلب المؤمن ويحزن واقع الحال ديال الشباب ديالنا تنتأسفوا ليه الأسف الشديد، وهم ضحايا كما الناس اللي قطعت المخدرات ضحايا من ضحايا شبكات مروجة ومهربة ديال المخدرات، كذلك ضحايا اخرين ديال واحد النوع اخر من المخدرات والمسكرات والملهيات والشواغل التوافه. الناس ضحايا، السيد كدوخ عليك تعطيه قارو كيتبلى اليوم غدا ولي يكمل حشيش ولي ينفع ولي تيشمكر ويسرق ولي الهم ديالو فوقاش يلقى داك الشيء. واحد اخر عاود تتفرج وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته كيتشغل كيولي الهم ديالو فوقاش يتفرج واحد اخر عاود تتحضروا في واحد المجمع وتينشط مع راسه ويبقى ينقز ويطلع وينزل، عاود تجي مره اخرى والثانيه والثالثه وكيولي مبلي وكتسنى غير فوقاش خصو يخرج داك الشيء اللي فيه.
خصدا تزماد وهاو شريك في غادي. صلى الله السلام عليه صلى الله السلام. هذا واقع الحال. علاش؟ لأن كاين تقصير، وهذا التقصير بدءا من هذه المنابر. هذا التقصير بدءا منا احنا، منا احنا بدءا من هذه المنابر. قصرنا أفراد وهيئات ومؤسسات، قصرنا 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 في المجال ديال التوعية ديال الناس. أي ظاهرة ظاهرة تشكو منها الناس، إلا جيتي تشوف الخلل فين كاين الخلل، أن الناس ما وعاتش، ما وعاتش بالدور ديالها، بالدور ديالها هي بداك المشكل. الدور ديالي أنا شنو الدخل ديالي باش وصلت للمدينة، ولا وصلت للبلاد، ولا وصلت للأمة لهذا الأمر؟ شنو هو الدخل ديالي أنا؟ أنا راه واحد العضو من هذا الجسد اللي فسد، هذا الفساد اللي بان هنا منين جا؟ منين جا؟ منين جا؟ نزل عليا غير من السماء. ها أنا راه مساهم في هذا الوسخ اللي جاي هنا، وهذا الفساد، وهذا الوعي نحتاجه. خطباء، أساتذة، وعاظ، أدباء، مثقفون، شعراء، سياسيون، ها مسؤولون، كل شيء واجب عليه. كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، كل شيء راع، كلكم راع، لم يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنا ما كنحاسبوش الدراري الصغار اللي خارج التكليف ومازال ما وصلش، لكن غير وصلت هو راع بالقوة، وانت راع بالفعل. تدبرك بالفعل راعي، علاش؟ انك بلغتي سن ديال التكليف وعندك مسؤولية وراك راعي ومسؤول عن هذه الرعية، مسؤول عن هذه الرعية. هذا الشباب أيها الإخوة الفضلاء، الشرع الحنيف أولاه أهمية. يكفينا استدلالا لذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. يوم القيامة غتحاسب كل واحد فينا، غيتحاسب على أربعة. من هذه الأربعة، مع المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والعلم دياله ماذا عمل به، وعن عمره فيما أفناه. الثانية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب من عمر الإنسان، فلما يخصه رسول الله بالذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عن عمره فيما أفناه. العمر ديالنا فيه الطفولة، فيه الشباب، فيه الشيخوخة، فيه الكهولة، فيه مرحلة الرجولة قبل ذلك. علاش غيقول لنا عن شبابه؟ وهذا من ذكر الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام بهذا الخاص. أن ذكر المرحلة ديال الشباب مرحلة مهمة، أهم مرحلة بداك العمر ديال الإنسان، مرحلة الشباب. عن عمره فيما أبلاه، عن شبابه فيما أبلاه. فاش بليتي الشباب ديالك؟ من دي تسعدوه؟ إذا كنت من أهل الخير ومن أهل الطاعة ومن أهل الإقدام ومن أهل السخاء ومن أهل الجود ومن أهل السعي بالصلاح والعلم والمعرفة ومن أهل التوجيه ومن أهل التربية وممن ينشغل بطاعة الله عز وجل ويعمر بيوت الله ويعمر مجالس العلم والذكر وحلقات المعرفة والوعي، ممن يسعى لكل خير ولكل فعل بان قاصد هادف، بشراك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. ثاني: شاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ في عبادة الله. إلى انشأ هذا الشاب في عبادة الله، والعبادة بمفهومها الشامل، دائما كنقول وكنأكد، لأن مجموعة ديال المفاهيم قزمناها وحجمناها وصغرناها. العبادة بمفهومها الشامل، بدءا من هذا الجمع وخروجا إلى جموع أخرى. كل جمع فيه خير وفيه طاعة وفيه قربة ويرضاه الله ويحبه ويقبله ويثيب عليه، هذا من عبادة الله عز وجل، هذا من عبادة الله. حياة الإنسان كلها تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الشاب نشأ في عبادة الله، تهيئت له الظروف والأجواء، والوالدين واعيين وتوجهوه وتيرشدوه وتيدلوه وتينصحوه وتينبهوه وتيحذروه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حضي راسك أولي من الشيطان، إياك والأهواء، إياك والشهوات، إياك والإغراءات، إياك والقنوات، إياك والمواقع الإعلامية، إياك والبهرجة، إياك والزخرفة، إياك وتحريف المفاهيم، إياك والمصطلحات البراقة الرنانة التي تنطوي على كفر وشرك بالله عز وجل، وخلاعة ومسخ للقيم والمبادئ. إياك وإياك وإياك، تربيه وتوجهه وتنصحه وترشده.
ونشأ في جو الطاعة وجو العبادة وجو الاستقامة، وكان منه جهد ومجهود أيضا. هذا بشراه بشراه. ويقابله شاب أبلى عمره في معصية الله، في كل مجون، في كل خنن، في كل زنا، في كل فاحشة، في كل ميوعة، في كل سخافة، في كل تهافة، في كل أمر خليع فظيع وضيع. كل حاجة وضيعة ما تتسوى والو، راه تما ماني مثل واحد شاني خوا وذين جرام من الفايدة وذين والو، تتلقاه تما تفتذين. هو الأول فين ما راه تما في الواجهة. انتظفت شاذا من وين. ولعله قد يكون من أصحاب الفكرة ومن أصحاب النشاط ومن أصحاب المشروع ومن أصحاب من الناس اللي كيتبنى وتيخدم. صلى الله السلامة والعافية. هذا إلى خسران إذا لم يتداركه الله عز وجل بتوبة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يكون خاسر هذا السيد إلا مشات حياته كلها في هذا الموجون، في هذا الخوى الخاوي، الإعراض عن طاعة الله وعن ذكر الله وعن دين الله، وحرب لشريعة الله ولقيم دين الله ولقيم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشباب على صنفين، على قسمين، والمسؤولية في ذلك مشتركة. مسؤولية هذا الشباب راه مسؤولية مشتركة، ما كنعفيوش حنا الشباب. لا انت مادام انك بلغتي سن التكليف تقول ليش مراهق، كما هذيك التغيرات على مسائل نفسيه كذا، نعم كاينه، لكنه من زاويه الشرع صار مكلفا. لا يعفيه الشرع ولا يعذره. شد خاسي وضم الزيان عاد 15 سنه ضم الزيان عاد، ايوا 16 سنه قعد ضم الزيان، ايوا 17 سنه مازال صغير، ما عرفنا فوقاش غيكبر هذا السيد، ما عرفنا فوقاش. البنت عاود مازال صغيره، لبسها سترها ساريت شويه ناس من وارضني من الحيوة، قاد حجا عاد طم الزيان، ميخان تشددم، ميخان تضيقم، ميخ تفعقدم في مسراين امو، ميخ هرشم، ميخ كنغاهم عقد نفسيه. ما شاء الله. انت اللي تحلت عندك هذه العقد وتحل عندك كل شيء، تحلت عندك الجلابه وتحلت عندك العبايه وتحل عندك السروال وتحل عندك كل شيء، انت العقد كاع تحلت، ما بقات حتى شي عقده شاده في الباس بناتك. خوال الخاوي التربيه اللي كتنشأ عليها البنت من الصغر، هذا التوجيه. حنا ملي كنهضروا على الشباب رجال ذكورا واناث، رجالا ونساء بجوج، واجب البنت هي بعد النيت. واجب خلخ الشاب انت سيمانة النس، مول 15 سنة عارف، ماشي ما عارف، مول 16 سنة عارف، مول 17 سنة عارف، مول 18 سنة عارف، مول 19 سنة عارف، مول 20 سنة عارف، ما تقول لي ياش صغير، عارف، ما بقاش صغير، وخصو يعرف، إلا ما كانش عارف، خصو يعرف ويعرف، خصنا نعرفوه، نوعيوه، نفيقوه. راه الشباب الآن يقرر مصير دولي ومصير أمم. الشباب الآن كيقرر المصير في أمور كبيرة جدا، اللي الناس كتراهن. كتجي شي حملات ديال بلا ما نهضروا، علاش كيراهنوا هاد الناس؟ علاش كيراهنوا على الشباب؟ ونقي الشباب سنفعر سنعذر سنكفور بوذا سنكثين سنكثين سنقرخ خذايم سنكذا سنكثين. كيهضر شان هاد السريمي شان يجني السوري قال حملة إن شي السوراني قيخص سنقرني ثني أزي سنهتم ما شيري موث ونقي قواذي تيرمينا ونكمل رسالة ونسالة وني يروح غير الشغل نسوني فضينا معاه مري وشان غصوت نص نهار تيمشى مثلا في مواثن تيفشاج وني هو عاود بشحال غادي يمثل واحد الفئه قليله. لا حنا تنراهنوا على الشباب تيراهنوا على الشباب. والشاب اللي ما يكونش عارف وما واعيش وغير مجرور كيلكارو موراه، هذه مصيبه. ولذلك كان الاعتناء بهذه الفئة العمرية تربية وتوجيها على القيم. عرفتي دابا الناس كتستاهل بهذا الأمر اللي كنهضروا على التربية. عرفتي شنو هي التربية في الشاب؟ أنه يكون عنده مبدأ، أنه ما يبيعش راسه، أنه تكون عنده قيم تربي فيه القناعة، تربي فيه الرضا بما قسم الله عز وجل له، تربي فيه العفة ديال النفس على أنه يطمع شي واحد ولا يغر به شي واحد. والله غير غيرتي المجتمع، والله غير غيرتيه. هذا الدين ديالنا راه صلب التغيير،
ومن بعد تغيير ومنهج تغيير في كل شيء، لأن به قد تغير هذه النفوس وهذه القلوب، به تنير هذه القلوب المظلمة بنور الله عز وجل. ادخل هذاك الحق ديال الله سبحانه وتعالى، يخرج من هذاك الباطل اللي فيها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. دابا احنا الباطل مركن ودار برجليه مسرح، مسرح الباطل يسرح غانغيضانش، سارح غانغيضان يقهم 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 رباطير دينخ. علاش؟ لأننا لم نشتغل على هؤلاء الشباب ولم نهتم بهم. النبي عليه الصلاة والسلام من يقول لك يسأل 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 عمار عن شبابه عن شبابه عن شبابه بالعمر ديالو ثم عن شبابه، ديك المرحلة ديال العطاء، ماذا صنعت فيها؟ أين كنت؟ أين قضيتها؟ ماذا عملت؟ ماذا قدمت؟ ماذا بذلت؟ ماذا اجتهدت؟ شنو؟ ماذا سعيت؟ ماذا فعلت؟ شنو درتي في هذه المرحلة ديال العطاء ديالك؟ انت شنو قدمتي لهاد الأمة ولهاد الدين؟ ولهاد الملة ولهاد الناس؟ شنو قدمتي لهم؟ شنو أعطيتيهم؟ إما خير وإما الشر. صلى الله السلامة والعافية. الأنبياء سمعنا فتى، سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. إبراهيم كان فتى، كان فتيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة. زيد صبية صبية، ذاك الصبا وذاك الفتوة وذاك المرحلة اللي احنا كنهضروا عليها، مازال صغير، ما بقاش صغير، بقاش صغير. وقف بخفع ونوم ذي مزيان واسين انشاء قنشيني واسين انشاء سنن من وان سنشي اقبن ذي من وان اقبن الشي، عارفين ذاك الشي اللي احنا ما عارفينوش، شافوا اللي انت ما شفتيش. انت عايش 60-70 سنة، اشكي الله زري شوي، انت زادت هنشت من زادي بارا شوي، ندلع شوي، ميلون شوي، يلا انت قيود في زرا من عماس وزري، من عماس وزري. شاف داك الشيء اللي مازال انت ما شفتيش، ولعله اذا حدثك به يمكن مرينا شباب قصا عن قصن عنق اختار عنق قين قيوضا سخمينو مثل واحد عجيز شادي مثل واحد عجيز شمس الشيء شواكيش ديوسي ميشيوغين. تقول لي ما عارفش ما عارفش، هذا مزيان وايستين، مزيان وايستين. هذا الخطا في التربيه ديال الابناء. الصحابه الصحب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني، كان يكني ابناء الصحابه. انس بن مالك، ابو حمزه، ابو حمزه هو مازال ما بالغش 10 سنين. علاش ابو حمزه؟ ابو حمزه انت ماشي انس. شكذا ابو حمزه؟ شكذا الاب في وشه؟ شكذا وشه ذا الاب في وشه تقطاون؟ شكذا ياس وجه بضم مزيان، شكذا ياس. ابو حفص ماشي دري صغير، ابو حفص هذا، ابو حفص هذا، ابو تراب هذا علي رضي الله عنه، ابو تراب وجه دري صغير، ضم مزيان ضم مزيان يا جدي ضم مزيان، جيت كيش ضم مزيان. هذا واقع الحال. الشباب ينبغي ان يستثمروا، ينبغي ان يستثمروا، ينبغي ان يعتنى بهم، هم مسؤولون عن انفسهم. لكي يبلغ الانسان ما يبقاش عنده عذر عند الله عز وجل، ولا بالغ عارف اش كاين بعقله، سوته هو المحاسبه والمتابعه، وغيتحاسب على كل صغيره وكبيره. كل نفس بما كسبت رهينه، كل نفس بما كسبت رهينه، ما دام انه بلغ سن التكليف. مسؤوليه الاباء والامهات والاسر والبيوت، وهذه مسؤوليه عظمى، مسؤولية عظمى. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، رعيتها أبناؤها بناتها بيتها. الأب مسؤول، أبناؤه بناته زوجته بيته مسؤول، مسؤول. الماكلة والشريب راه بلا ما تهضر مع الناس، لا مثلا إذا سني وذن تهلا ديثا عوان ومسشتن سوثني عذا سنة دقن الماديات ما تهضرش عليها، تهضرش عليها الا يا شي واحد مريض ولا معقد ولا فيه شي عقد شي حاجه اخرى، هذاك تلقاه كيتحاسب مع وليداته في شي. لكن الجانب الايماني، الجانب التربوي، الجانب الاخلاقي، الجانب الروحاني، الجانب الوجداني، الجانب العقدي، الجانب التعبدي، الجوانب اللي هضرنا عليها في خطب سابقه، الاهمال، الاهمال للاسف الشديد. مسؤوليه البيت، مسؤوليه الامه ككل، والدول الإسلامية ككل، مؤسسات وهيئات ووزارات، كل شيء مسؤول، كل شيء مسؤول، كل شيء مسؤول. لأن هاد الشباب خصو يلقاه فاش يتشغل بشي حاجة اللي تنفعوه، بشي حاجة اللي ترجع عليه وترجع البلاد ديالو بالأمن وبالرخاء وبالاستقرار، شي حاجة اللي تحفظ الأمن الروحي
الأمن العقدي، الأمن الفكري، الأمن الأخلاقي، الأمن القيمي، شي حاجة اللي ترغرس فيه القيم، اللي يحافظ على المجتمع ديالو، يحافظ على الأسرة ديالو، يحافظ على البيئة ديالو، ويحافظ على المؤسسات ديالو، ويحافظ على الهيئات اللي كيدخل ليها، تربي فيه القيم والمبادئ، تربي فيه داكشي. ربيه على شي حاجة أخرى غتوحل معاه، غتوحل معاه، خليه تالف، خليه تالف، خليه تالف. ما غتوحل معاه غير أنت، غتوحل معاه، ولكن استحر ذي لا شك. ما باغيش نعطي الأمثلة. ما باغيش نعطيو الأمثلة، حنا راه الشباب ديالنا إلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إلا من رحم الله، وهذه مسؤولية الكل. الجمعيات. كاين واحد العدد ديال الجمعيات، نسأل الله أن يبارك في جهد الكل، وأن يرزقنا الإخلاص جميعا. وكاين واحد العدد اللي كتشتغل بالمجال المادي، الإطعام، الصحة، الدواء، العيد، رمضان، الكفة، محتاجين، محتاجين واحد العدد ديال الجمعيات، وكاينين ماشي ما كاينينش. كاينين ولكن داك الشيء قليل، اللي تشتغل بالمجال العلمي، بالمجال المعرفي، بالمجال التربوي، بالمجال الايماني، بالمجال الروحاني، بالمجال التوعوي ديال الشباب، محتاجين 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 تظاهرات، المسابقات، الدوريات، البطولات، سميها ما شئت ان تسميها من هذه المسميات، لكن تكون ذات اهداف قيميه اخلاقيه نبيله نبيله. حنا ملي كدير شي مباراه ديال كره القدم ولا شي حاجه ولا شي دوري، كتعطى احسن هداف، ياك احسن حارس، كاين هذا الشيء، احسن لاعب، واحسن لاعب في الاخلاق ديالو، اللي ما سمعناش منه شي هضره، اللي ما خسرش الهضره في الماتش كله، في الدوري كله، اللي ما هزش يدو في الماتش كله، هذا ما يستحقش، هذا ما يستحقش. المتميز في القسم كنعطيوه، المجتهد اللي جاب الرتبه الاولى كنعطيوه الجائزه ونحتفلوا به ونحتفيوا به. وذاك التلميذ اللي كيقرا المستوى ديالو متوسط لا باس به، لكن الاخلاق ديالو ما كاينش بحالو في القسم، ما كاينش بحالو في الدخول ديالو، في الخروج ديالو، في النظافه ديالو، في النقاء ديالو. ذاك التلميذ اللي جلس على المقعد العام كله وما خربش فيه، ما خربش فيه، ما خربش فيه، ما دارش فيه شرطه بستيلو، دارش فيه شرطه بستيلو. انت في دور نظنيت يا عصمة جديني حديقه الحيوانات، في التربيه هذا الشيء، مسائل تربويه، مسائل تربويه، مسائل تربوية التي ينبغي أن يعنى بها، علاش؟ لاسترجاع قيمة هذه المبادئ، لأنه لينا كنعطيو قيمة الأشياء هي ذات أهمية، حنا ما غنقولوش ما عندهاش أهمية، لكن هناك ما هو أولى، أولى بالعناية وأهلى بالاهتمام، لكن للأسف الشديد ذاك الشيء على استحياء، على استحياء، ذاك الشيء المهم ذاك الشيء غيب التخباع وغيب الشوية وبسيط ذاك الشيء، وديك الحفلة على قد الحال. وحتى الناس الا قلتي له اجي حضر معنا، راه عندنا واحد الحفل تكريم ديال شي حاجه، المهم من يتغاب انا غادي تولد شفوت ذل المليح قد اصغ ايوا مريم ثمزي ذا النيني نغد معهد النيني غد وشغرني وذي نبول الوجه هذا ويناث وسندتي ويغشاه. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب، 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 اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، اللهم أصلح سرائرنا وبواطننا يا رب، اللهم أصلح سرائرنا وبواطننا يا رب، أصلح شبابنا، أصلح شبابنا، أصلح شبابنا، اللهم ارزقنا الوعي وحسن الفهم، اللهم ارزقنا الوعي وحسن الفهم يا ربنا، اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يمن كتابنا، يسر حسابنا، اجمع شملنا، ألف بين قلوبنا، انصرنا على من عادانا يا ربنا، اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم فك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وكل المستضعفين في جميع بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، برحمتك يا ربنا نستجير ونستغيث يا رب، اللهم أغثنا بفضلك، اللهم ارحمنا من عندك، اللهم تجاوز عنا ذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا